أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: الكافر إذا كان معروف بالكذب وهو الغالب، يقول الكافر إذا كان معروف بالكذب معروفا، يعني كان ما له عمل عندك. نعم أحسن الله. الكافر إذا كان معروفا بالكذب، أي نعم، وهو الغالب عليهم، فهل تقبل شهادته؟ على مسلم لا، لكن بعضهم على بعض تقبل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.